يو هلا والله حبايبي، هلا والله بالبنشاويين. وصلنا لحلقتنا الرابعة من سلسلة سكام بسيرفر اليوتيوبر، وأحداثنا عم بتصير شيقة أكثر وأكثر. وبحلقتنا اليوم رح نبلش بقى ننتقل للمرحلة الأصعب اللي حكيت لكم عنها بالحلقة اللي راحت. لازم تتابع الحلقات اللي راحت لأنه ماشيين فيها بطريقة مسلسل أو سلسلة. وبحلقة اليوم بالذات رح يكون في مقاطع تصورت خارج البث المباشر، يعني ما حدا شايفها. وقبل ما نبدأ حلقتنا خلينا نسحب اسم الفائز بكود سكام بهي الحلقة. اللي علينا نسويه نروح حلقة كم اللي نزلناها قبل بيوم، نجيب الرابط نعمله ونحطه هون ونعطيه كونتينيو ويجمع لنا يا هون يا معلم. اوه ما شاء الله 2200 تعليق المره. اوكي نعطيه بيك وينر، نختار رابح من التعليقات. الرابح معنا جهاد على الدين الدين. اوكي مبروك عليك جهاد، تواصل معي على الانستغرام ومبروك عليك الكود. وهلا جايز لا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب وخلينا نبلش. لازم تودع ابو حدار. ونعم مثل ما سمعتوا، بعد خسارتنا باخر معركه قررت اني اغير شخصيتي واغير صفاتها وابدا من جديد بطريقه جديده. I love you. لا تطلع على الشكل. غيرت الشخصيه بالكامل وقررت اني رسبن راندوم وارجع على البيس ولوت المطار. ما تحسن تبني سور ثاني نجمو؟ ايه انا بنيت سور ثاني وفولتوه موارد. اني بي في بي شايف؟ لين هيت شات هير. شايفها بمال هياط؟ اوه ماي جاد ما بدي اروح طلق عليه شات. شوتجن I'm just drinking. انا بس عم اشرب ما عم لاقي شيء اكل، بس اكلت البينز. يعني ايش اعمل يعني؟ يعني مرة بالمطار العسكري يعني كل بده اياه باك باك يعني اوكي؟ ليش يعني صعب يعني مرة تلاقي باك باك؟ يعني ايش الريسيزم ضد النساء يعني؟ لو هلا زلمة كان لها 10 باك باكات، بس لاني مرة ضلع قاصر اوكي؟ I can't found the باك باك. شوف المور ريسيزم عم يعطوني بس شغلات تبع البنات يعني تبع خصر، عقيبة خصر، فهمت كيف؟ وابي رح تعملها؟ الو؟ ايه ما من الدم. تعرف في شغله واحدة بس ما عجبتني باللعبه، بس شغله واحدة، نوعيه الرصاص جدا كثيره ويعني عم تضطر اللوت يتوزع يعني بالماب. نايسو الصدفه وانا بالتجميعه دخل عيسى على السيرفر وكنا بحاجه اي شخص ينضم لنا، فطلبنا من عيسى الانضمام لنا ووافق على هذا الشيء، ولكن عيسى لحد الان مختفي بعد هذاك اليوم. صار عندي اي كي مع سكوب واتاتشمنت معلم. يعني ايه بسمعك حبيبي. اذن بالله ابي حقيبه، ما عندي حقيبه. وين انت؟ انا بالسي 2 بس انت وين بالضبط؟ الحين طلعت من البنكر. هلا بجيب، خلي الشباب يجي ياخذوني بسياره، انا كنت قاعد نيكد وسبنت بالهذا. انجلدنا جلد من شوي. ممكالو خاننا غدرنا. انا كان بدي اخطفه لممكالو، انا كان بدي اخطفه. مثل ما سمعت وخبرت عيسى بكل شيء صار معنا ووافق على الانضمام معنا بالحرب. حمار هذا. هاي السياره لمين هي؟ هم واقف. انت صحيح طالع من السكة يا رب. احس الحقيقة عند بالضبط عند البنكر. البنكر اللي على اليمين تحت السيف زون مو؟ تعال عند مفترق الطرق اللي صاير عند الفي، كان تحت ثم الديناصور. قاعد اشوفك. وين انت؟ هذا انت قدامي بالكوب؟ كمل يب كمل. كفو والله كفو، 5% اوه حرق الرنج ولا شو هذا نيسان. اوكي بدك اكل، ايش بدك عطل؟ كل شيء عندي فل، ما ادري ليش قاعد انزف اصلا. جرب الباندج ثواني شوي. هلا لا بالبيس في عنا مليان ادويه وعنا بين كيلر، عنا كثير شغلات. تظبط وضعك بالبيس. كفو. لا معك عيسى بده يضل معنا بالتيم، بجوز الزلمه ما بدنا نحرجه. لا بضل معاكم دخيلك، انا ما عندي شيء ابد. خليني على الاقل اكون نفسي بعدين بنسوي كونتراكت. انا عن نفسي راح اكرس وقتي واتعلم الكرافتنج وما علي، راح ندعس. هلا هم متعلم الكرافتنج ادفانسد، وبالفعل عيسى من وقتها كرس وقته وما عاد نشوفه. هلو هذا البيت انتم عاملينه. بيبي هذا بيسنا. كارت فيلا عادية ومحطين اقفال على الابواب. ويلكم منور. سلام هون. تعال سلام. تعال هون اللوت. صلها. اوه رومي. طلع ايش كاتبين؟ وين كاتبين؟ وي اول لاف يو. رجعوا عفوا. سوي اكس، كرفت اكس، بالله عليك روح كرفت اكس، خلينا نكسر هذول. بالفعل مرة ثانية ونحن برا البيت، رجعوا ووصلوا لنا تهديد ثاني. اوكي، هاي البوابة جاهزة. والله نسيت ايش بسوي. انتوا بالمستوى. هي ضربتني لي شبك والله.
يا اخي لو يا بشفات لو نعرف هيك كان من امبارح خلينا هم يصلح الاسود. اختصار مثل ما شفتوا كرسنا وقتنا حتى نطور امبراطوريتنا ونوسع مقرنا، بالاضافه تطورنا لمرحله انه نبلش نصنع الرصاص على ايدنا. المقاطع من هون اللي شايفينهم تصورت خارج الستريم وما حدا بيعرف عنها شيء، وفكرتها بما انه رجعوا هددونا مره ثانيه قررنا نحاول ونروح نريدهم. مال ال40 ما والله هاي التراكتور تبعنا شوف وينه. مثل ما شايفين وقت كنا عم نجيب عيسى الشباب كانوا اخذين التراكتور وسارقينه وزاتينه على الطريق. اوكي اوكي 7 دقايق معنا، ولكن قبلها كان عندنا مشوار بسيط. اوه لقينا الرابر كاتر، هما الرابر كاتر لقيناه نعمل ورده. اوه ماي جاد اوه ماي جاد شلون صار منظري. بس تعرف انه لو نلتقى الاس في دي القناصه الروسيه سوبر دون سيرجت ايه اوه اخي دي بي اه تبع الموس. What is this empty personal mine? What? يا بني آدم ما راح تلتقى. يعطيكم العافية اثنيناتكم. ها جيبوا العيد كمان. ايه تعال بدن بدنجك، تعال تعال قرب مني، تعال قرب مني عم بدنجك. ومن هون بدأت مهمتنا، ولكن كنا على وشك نجيب أم العيد وتلتغى المهمة. انا ساكت على فكره اقسم بالله. في خالصين كبيره تصير. وبالفعل عبينا بنزيناتنا وجهزنا نفسنا، وبالفعل وصلنا لمقرهم، بلشنا الاستعداد والتحضيرات للرد. بس حرام ما خلصوا البيس تبعهم. انتبهوا انتبهوا لك. اوه مسكرين الشبابيك. لا يا اخي حيطان الخشب ما فيني اعدل الوضع اساس اللعب. رح ادمر التخت اليوم جايز مشان ما حدا يرسبن. التوتر كان مسيطر على الموقف وخايفين تفشل العملية كمان هالمرة. قلبي يا شيخ. ميدي تعال لعندي، شايف هذا الخنزير وبتقتله وبتجيب لي راسه. اوكي وينك؟ اوكي يلا. ما معي شيء فرمه. ما في داعي. انت بهديك مو؟ كنا معتمدين على همه انه هو يشتغل بفتح الاقفال ويفتح لنا الابواب، ولكن جاب من العيد. كم وحدة زرقاء جايب معك؟ اخوي انا فضي ما بيفتح معي ابوي. ايش في؟ الذهبي مستحيل، محاولتين معك وبينكسر. جرب الله. طب كيف بدنا نريدهم؟ يا سيدي بحسن افكر الفضي. لك كرفت لي انت، مو بس كرفت لي وحط تحتي. اوكي؟ يا بيبي انفك معي الفضي. او ماي جاد على نكشي كان فتح. لا شلون لك بدك تريد؟ فتحت التركتور فتحته فتحته فتحته. ربك؟ اوفو ريسكو. او ماي جاد. شو لوت؟ اوه خذ بخور. حلوة. اوكي كويسة. هم عم يسوون شيء مو سهل. سنايبر غير. يلا فتحت التركتور لارضنا اخوي. ليتس جو. مليم هلا نحاول بالمليون. وات نفك 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 اول واحد نفك اول واحد. نفك اول كفالي نفك. هذا الباب فتحته، فتحت الثاني، في واحد ثالث. بخيل اخير يعني. يب. ولكن للاسف ما كان عندنا معدات كافيه حتى نفتح القفل الثالث. عم بكسر البوابه. شوف التهديد هم، شوف ركز معي. اوكي ماشي. هن جابوا لنا راس خنزير، ايش نجيب؟ روس بني ادمين. اوكي يب شايف؟ دام ايوه. وقبل ما نترك المنطقه قررنا نترك لهم مثل ما شايفين رساله صغيره. This time to car next your soul. المره اخذ السياره، المره الجاي روحك. فهمت كيف؟ روحك دون. هاي بدل واحد اثنين مانين. يلا ليتس جو. هي رجعت لك بدل التركتور اليوم 3. وكنا عارفين انه الشباب اكيد رح يردوا علينا، فبسرعه توجهنا لبيسنا، اخذنا احتياطاتنا وجهزنا للدفاع. في شغله جايز، هلا بدنا نزرع على الغام نحن ونحصن المنطقه تمام، بس الفكره انه هن رح يهجموا اوف لاين، يعني قد ما ماتوا رح يحسنوا يعني يرجعوا ياخذوا لوت، لانه ما رح نحس. I believe. نايس بينك ميدي. انا صباطي بتعرف بيزع فيه لوت، مخبي فيه باكيت دخان. والله مخبي فيه باكيت دخان من امبارح اسمه لكي، بنلغم المنطقه. اوكي بس انتبه لا تقربوا منك، يعني اذا كنا عم نتفرج عليهم من السطح او هذا تمام، رح نبني واتش تاور كمان انا وكميلي لما نتلغم. اذا كانوا قريبين كثير الانفجار جدا قوي تبعه. يب يب على الطرق اول شيء، وزعها على المفارق، حط قدام الكراج وحده، قدام البيس وحده، خمسه بدنا خمس ست الغام بالكثير. ولكن واجهتنا مشكله، ولا واحد منا عنده خبره بصناعه المتفجرات او زرع المتفجرات باللعبه.
اذا بتصير البلاست مع الليم كاب بنحسن نصنع هلا مليون وحده مو بس ست نعبي المنطقه كلياتها بحيث انه اذا كان على مسافه منه يفقع. فهمت كيف؟ راح نزرع الغام نجربهم على حمادي. هدول البيسك. ايه هاي دي زراعه الغم. شوف راح ازرع الغم. اوكي اي والله. لا ما راح لا هذا ما صنعته ما عندي منه. شوف لي العلم قديش مساحه الفلاج مشان انا بعد العلم نحن نتفجر. فهمت كيف؟ اما قتل على حساس. اما تعال تعال حفره تعال هذا بس دعس عليه معلم بس حسب النص غلط مو؟ كم تحفر؟ غلط والله انا شايف. ايه بيري تراب. ايه بيري تراب. الكلام بس ما عندنا غيرهم ما دول لقيناهم يعني فهمت كيف؟ في عندنا واحد ثاني. في عندنا كمان كلايمور جاهزة. هذا راح احط له موشن سنسر هذا لازم نركب له، اوكي طلع ايش بيركب له؟ بيركب له موشن سنسر وليزر. طبعا ما راح طالع كل اماكن الالغام وين زرعتها بالضبط. بنرجع لموضوعنا صار عندنا نقص بالالغام وكان لازم ضروري نتعلم كيف نحن نصنع الالغام ونزرعها. ونقصنا موارد وصار وقت انه نجهز. هاي ما فيه الجرين كارد. وافضل مكان للالغام هو البنكر. جرين كارد جرين كارد برب والله العظيم جرين كارد. اما لو طالبني مليون يورو مو احسن لي كان بزبيز. يلا يورو ها ها. طيب تعال شو اشتقيتها بحدها. تعال 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 لازم تبقى تقفال ذهبية. كلايمور كلايمور. لا يا اخي او ادويه ادويه الربع. وين ادويه بيره سويتهم ادويه. يلا الكلايمور ورثت معناها. ايه الكلايمور ممتاز. واتفقنا على انه نحاول نفتح الباب الاخضر هالمره. قربنا قربنا ها. السلام عليكم شباب. هلا والله حبايبي. اليوم رايحين مع زاك بونش وبرينكي لاخضر. جيب ام العيد لانه معنا غاز ماسك لانه برينكي قرر انه يسوي باندج. نقطع بالمونتاج عشان ما يسوي باندج. يب مثل ما سمعتوا تتذكر اول لغم زرعنا قلت لهم للشباب ينتبهوا عليه وكنا حواليه عم نجهز لالغام ثانيه. اجى زومبي دعس عليه وانفجر فينا. كنا مجهزين اقنعه الغاز للدخول على الغرفه الخضراء ولكن برينكي راح قطع الاقنعه وحولهم لباندج. ابو زيك زومبي قدامك قوسهم ولا شو؟ اوف دمجت من هالمسافه. وات شباب دوروا لنا على غاز ماسك استر على الكلاوي. يلا 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 ولا دول مقلتشين ثواني شوي. بالك بال سياره بدنا اياها. اربع رصاص ام 9 زاك ام 70 بايون تكتب على اي كي ما في مال من فايده دول. يلا راح افتحها. يلا ويلكم. في قطع على الام 16 هون. في قطع على الام 16 واحد ياخذها. ابو حميد وين فتحتها 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 قفل فضي. مين ضربني يا شباب؟ لازم لازم بندج. بكهربني. هون كانت الصدمة الثانية بما تعلمنا نفك البرة طعنا اقفال جوا بكهربه. هيا اجوا حميدي اجوا. ما معي فكات براغي. معي 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 تعال 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 تعال. وفوق كل المصايب اللي صايره فونا ضرب الغاز وتعرف الباي. اوه ماي جاد غاز ماسك ما طلع. الغاز ضرب الغاز ضرب الغاز طلع. وين طلع؟ من هون من هون. من بعد هم اقترح علينا اقتراح انه في سجن قريب وهذا السجن ما في منه غير واحد بالخريطه فانا خلينا نروح نريد قصدي نلوح. ايه شوفوا شوفوا الواتساب يا كثير باص. كل هذا على زومبي؟ اضرب انا بدون صوتك لك مو؟ اوه دي مو ورثت؟ جبنا بندوره هاي شغله. تعال شو اشتقيت تعال شو اشتقيت تعال 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 اسحب على الزومبي تعال تعال افتح هذا افتح. ايش هذا شو الهولوجرافيك؟ ايش هولوجرافيك ابني؟ في ماين. اوه ماي جاد امو يمبو. واحد ثاني والله واحد ثاني يرب والله. كومباوند بوس. السجن كان مكان جدا كبير وخطير ومليء بالزومبي ولكن حالفنا حظ مثل ما شفتوا وصلنا للشيء اللي بدنا اياه. ولا خلينا نرجع للبيس نكمل خطتنا. والله بوزو جبنا بلادورا نسوي سلطه لنا هنا. هذا نفق اسطنبول شباب. هذا هي جيبوا جيبوا الجيون زاك زاك انت لازم تتزوج. شو لقيت؟ يا خرا فتحت كلهم انا اطلع لك بالليلك.
شو هذا؟ شو طلع؟ تعال لا تخلي يجي لعنا. يا عيب يا عيب. زلزل عليك انا شان توقف بسرعه لك يا ابو حميد. ومن بعدها تعلمنا الطريقه يلي فينا نكرفت فيها الالغام. وهي رابع لغم. وهي خامس لغم. شو انكرفت من خمسه؟ هاي السادس لغم. وات؟ وهيك رح ننهي حلقتنا اليوم، بعرف حلقتنا قصيره هالمره، ولكن المره الجايه حلقتنا رح تكون حماسيه لما رح يجي يزورنا الشخص بتعرفه ونخطط لعمليه قويه جدا. على كل جايز لسه على الجيف اوي مستمر، التعليقات على هذا الفيديو رح اخذ منها سحب على كود سكام للفيديو الجاي. اتمنى تكون عجبتكم هي الحلقه واستمتعتوا فيها، ومن هون للحلقه الجايه شباب لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. بولشاويين باي. We gon' make the bang go, we gon' make the bang go, we gon' make the bang go, don't stop, we gon' make the bang go, we gon' make the bang go, we gon' make the don't stop, we gon' make the bang go.